السلام عليكم جميع المتابعين. اليوم راح العب بيت سيبر مراحل عشوائيه، نشوف الترندنج، نعمل له داونلود ونجربهم. راح نروح كاستم سونج نجرب هاي. طبعا اعتقد هذه المرحله فيها افكتات زي ما شايفين، في افكتات عم بيختفوا الاسهم. اوه نازلين لتحت سندي. اوه والله بتدوخ يا الهي، والله روعة. اوبس يا كيف بتحرك يمين شمال. اوف يا الهي كنت حخسر. اوه صاروا ضخام، ليش هيك صاروا حجمهم؟ يلا ما اكبرهم. زين بتدوخ الحركة هاي. والله بتلخم لخمة مو طبيعية. اوف ما اكبرها. ما اكبر الصندوق. رائعة المرحلة. نجرب الترندنج، نروح المود مور سونج، نروح السيرس او سورت تريندينج، نحط بيت سيبر ليتست او شو بسموها هوت، يعني اشي طاير لايكات وحركات. توينكل توينكل سانشاين نشوف. اول اي نيد اوف 1000 سكوات تشالنج. هاي 25 دقيقة نشوف. اول 10 دقائق طبعا اكيد راح نغفي. شوف بيت بوكس بقول لك يلا هاتشي بوتشي ساتشي شو هالاشياء. بنجرب كل اللي موجود، كاميليا دروب ياسو تريم، نجرب شغلات عمري ما جربتها. شكل نفس الاغنية، انا اخذ الاقل. يلا نجرب الاغاني الهوت على اساس يعني ترندين. يلا يلا موسيقى لذيذة صراحة. يلا
حلو صارت صعبة شوي. يا سلام صراحة سكوري ممتاز، يمكن الأول العالم ما بعرف. أوه في ناس كتير بس أنا العاشر، العاشر على العالم يا جماعة. جميل، شوف اللي بعدها. يلا نشوف. على ايش معمولة هوت هلا منشوف. يا جماعة ما عجبتني، نروح اللي بعدها. اللي تشالنج 26 دقيقة، ما حلعبه كامل بس راح نجربه. يلا السلام عليكم. السلام عليكم، هلا، شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام بخير الحمد لله، بلا سكواد بلا كلام فاضي عادي. 26 دقيقة بدهم يقتلوا رجلين أي إنسان بلعب هاي المرحلة. لو أحط لك موسيقى تانية نشوف عن جد في ناس خلصوها يا جماعة. يلا نلعب رياضة شوي، يعني ما في حركات تانية، يمين شمال بكفي. نشوف في ناس خلصوها ولا لا. فريندز ولا اي انسان. شو 26 دقيقة؟ انا بخلصها يا جماعة. ها شوف كيف خلصتها، ها طلعت 6-2 خلصت، شفتوه. استغفر الله. نروح اللي بعدها. اوه هاي شكلها فنانة يا جماعة. يلا انا مش عارف وين سامع هالموسيقى. والله وين سامعها ما بعرف. اوه ايوه هاي سامعها، وين انا؟ والله صعبة. زمان مش لاعب بيت سيبر، إيدي عم تتعب. Thank you.
اوه متعبه. يا الهي يا إلهي. أوف. يا الله. جميل. الأول العالم. يلا مو مشكلة. هي سهلة على فكرة بس. هي سهلة بس متعبة. كاميليا شكلنا كنا هواء مدام كاميليا. 1200 صندوق، 21 السرعة. ريح شوية يا جماعة. أوف. بكره أغاني كاميليا لأنها سريعة. نجرب. أخذنا شوي راحة. هاي شغلة القنابل. يا يا ايه يا ويلي تصميم رائع. ايش فيه؟ ها لانه صارت سريعه كبس بالغلط حنخسر. حنخسر يا جماعه. اخس انسوا كاميليا بكره هيك. فكره حلوه. يلا واو يلا والله صعبة. حركتها سريعة. يا إلهي. كثير رافع إيدي لفوق، هاي المشكلة. متعبة جدا، دخت. يا إلهي. المشكلة رافع إيدي هيك. لأنه أنا طولي لازم أعدل طولي. لازم اعدل طولي في اللعبه للمراحل السريعه عشان بس اكون هون بلعب. اوف كان بلعب تمرين كتاف. يا الهي
يلا. صعبة لاني انا مش قادر احرك ايدي لانها كثير عالية، ناس معدل طولي. يا الهي متعب جدا. استنى يا جماعة ظبط طولي لأنه تعبت على الآخر. لا يا جماعة نقصر حالنا هيك. أيوة أوه. جرب المرحلة اللي بعدها يا جماعة. لا بلا. لا طبعا. أوه شكلها حلوة. يلا شفتوا هلا كثير احسن. قصرت السنه دي. الحيطان على الدقه جاي لو تركزوا. جميل. ايوه اوه متعب اللعبه هاي بكره. بكره اتعب يا جماعه. صرت عامل فوق ال 200 فيديو هيت سيبر. طلعت عيني خلص. بس قلنا نجرب الاغاني الترند هلا على بيت سيبر اللي ماخذين اعلى نسبة لايكات. والله حلوة يا جماعة صراحة كثير حلوة المرحلة. السابع شيء كويس. شو هذا 30 ثانية؟ شو هاي دعاية ولا شو؟ من ناحية ضغط الضوء. غريب. غريب ان في ناس جايبين 80. استغفر الله العظيم. في اغنية نفسي اجربها اسمها دولفين. وردي عليها سكور هاي. يلا نجربها. دولفين دولفين دولفين
Christmas? No. Do you love your mommy? No. Do you love your daddy? No. Do you love your grandparents? No. Is there anything you like? بحب الدلافين طلع بس ولد يا ويلي يا ويلي فصل فصل بس اغنية متعبة جماعة هيك بنكون جربنا اغاني نازلة على ترند في بيت سيبر اتمنى تكون عجبتكم بيت سيبر متعبة يا جماعة والله متعبة عم تتعبني بس انا مستمر بيت سيبر عشانكم نشوف اشياء جديدة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم السلام عليكم ورحمة الله